مش هتكلم برضو على الناس اللي عماله تقول ان موسيماني مش هو سبب تألق محمد شريف وان هو كان عايز بواليا، الكلام ده مش وقته. انا حضرتك عندي مباراه نهائيه يوم السبت القادم هتكلم عنها، وبعد يوم السبت هبقى بص واشوف ايه اللي هيحصل وهرد على مين ومش هرد على مين، لان في ناس الاهلي بيمثل مصر يا جماعه. هل حضرتك عارف ان النادي الاهلي هو افضل واحسن واكبر واعظم فريق في مصر؟ مش بالكلام ولكن بالارقام وبالدلائل وبالبراهين. كل الكلام وكل الناس اللي طالعه تتكلم في اي شيء وتقول اي كلام من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال او من فوق او من تحت، مش هبص لهم، مش هنبص للناس دي دلوقتي. هنبص في او عندنا هدف واحد فقط، هو مباراه يوم السبت. مباراه يوم السبت زي ما دايما بنتكلم مع حضراتكم، هي مباراه صعبه وليست مباراه سهله. دايما المباريات النهائيه بيبقى فيها كلام كتير جدا وبيبقى فيها تفاصيل صغيره ممكن تكسبك المباراه، او لا قدر الله ممكن توديك في اتجاه اخر. التفاصيل الصغيره دي زي ايه؟ حاله اللاعبين يوم المباراه، وقت الاول ما الحكم يصفر، اللاعب نام كويس بالليل ولا ما نامش كويس بالليل، ما نامش من القلق مش ما نامش من حاجه تانية. هل اللاعب هو نايم فكر في المباراه لدرجه ان هو ركز اكتر من اللازم ولا لا؟ شوف حضرتك الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي كلنا عشناها وكلنا شفناها وعارفين. في ناس ما بتنامش كويس بس بتعمل مباريات كويسه، مش ما بتنامش كويس عشان هي مش عايزه تنام، لا، ما بتنامش كويس علشان هي قلقانه، بتفكر انا بلعب باك رايت مين اللي هيلعب عليا، هيلعب عليا ازاي، لما اوصل للخط هرفع الاوفر ازاي. كل الحاجات دي تفاصيل صغيره جدا ممكن ما نبقاش او ما يبقاش الجمهور واخد باله منها، ولكن صدقوني اللاعبين بيفكروا في كل ما يحدث في المباراه. حاله اللاعب والحكم بيصفر هي اللي دايما بتخلينا نروح او نكسب المباراه. فيا رب ان شاء الله يوم السبت حاله كل اللاعبين ال11 اللي هيبداوا، مين اللي هيبدا يا عم اسلام؟ اي حد يبدا. عندنا مدير فني الكل بيثق فيه، عندنا مدير فني محترم، عندنا مدير فني يعلم كل كبيرة وصغيرة عن فريق كايزر تشيفز، عندنا مدير فني حافظ النادي الأهلي وعرف مين التشكيل من وجهة نظره اللي هيلعب في مباراة يوم السبت القادم. وبالتالي احنا لا ينقصنا شيء غير تمرينة بكرة ان شاء الله، هنوري لحضراتكم البعثة ووصول البعثة وكل الكلام ده، ولكن كل اللي ينقص تمرينة الأربع وتمرينة الخميس وتمرينة الخفيفة يوم الجمعة والاستعداد للمباراة إن شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم لعيبة بتبقى قاعدة بتركز في المباراة، هعمل إيه؟ قفشة لو هيلعب هيلعب إزاي؟ طاهر لو هيلعب هيلعب إزاي؟ حسين الشحات، مروان، بواليا، محمد شريف، أجاييم، أي حد هيلعب هلعب إزاي وهلعب على مين وهعمل إيه؟ الكرة لما تجيلي هحطها بكعب رجلي ولا هحطها كده؟ هو أنتوا للدرجة دي اللعيبة بتفكر في كده؟ اللعيب اللي عايز ينجح بيفكر في كده، وانا متاكد وعارف ان كل لعيبه النادي الاهلي عايزه تنجح، عايزه تنجح عشان ترضي جمهورها، عايزه تنجح عشان الجمهور اللي واقف اللي مستنيهم 70 80 مليون اهلاوي مستنيين يوم السبت القادم.